إذن أهلاً وسهلاً متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابي قناة الشعب البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان من فوق أرضية ملعب سرية الرمل التي ستحتضن يعني مقابلة بين جوج ديال الفرق هي طمحان إلى الانعتاق من أسفل الترتيب بين فريق المغرب التطواني المضيف المستضيف وفريق حسنية أكادير المضيف. إذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام نزول اللاعبين لأرضية ملعب سنية رمل لخوض هذا اللقاء عن الجولة السادسة من البطولة الاحترافية. المقابلة ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساء. الجديد هو عودة العمري لكتيبة فريق المغرب التطواني مرة أخرى بعد 10 سنوات. جماهير فريق المغرب التطواني متفائلة بهذا العودة وتعتبرها عودة ميمونة. من خلال ارتسامات ميكروسبورت نسولوا الجماهير، شفنا بعض الارتسامات ديال فريق المغرب التطواني كلها تعبر عن فرحتها بعودة المدرب عزيز العمري لقيادة فريق المغرب التطواني مرة أخرى، وتتفائل بالخير وتتوقع أنهم يشوفوا يعني نتيجة إيجابية أداء ونتيجة. نتمنوا إن شاء الله أن الجماهير الحاضرة سواء جماهير فريق المغرب التطواني أو كذلك جماهير حسنية أكادير أنها تستمتع باللقاء الذي سيقدمه الفريقين على خصوص فريق المغرب التطواني بقيادة عزيز العمري الذي يعتمد على الأداء والنتيجة والفرجة من خلال الفلسفة ديال يوهان كرويف تيكي تاكا، الضغط بدفاع متقدم على الخصم مع تمريرات قصيرة لإرهاق الخصوم. في الجهة الأخرى يتواجد لاعب فريق حسنية أكادير لجو من أكادير في رحلة طويلة من أجل البحث على 3 نقاط الإشارة، ففريق حسنية أكادير يحتل الرتبة 14 بأربعة ديال النقاط، فريق المغرب التطواني الرتبة 15 بثلاثة ديال النقاط. إذا غادي نشوفوا التاريخ ديال المواجهات بين الفريقين، لمن تؤول الكفة وكذلك اليوم لمن ستؤول الغلبة، هل لحسنية أكادير أم لفريق المغرب التطواني؟ هذا ما سنكتشفه من خلال 90 دقيقة القادمة. بالنسبة لتاريخ المواجهات بين فريق المغرب التطواني وحسنية أكادير، حسنية أكادير متفوق على فريق المغرب التطواني ب 15 فوز، بينما فريق المغرب التطواني حقق 12 فوز في مواجهته لحسنية أكادير، فيما انتهت 11 مقابلة بالتعادل الإيجابي أو السلبي بين الفريقين. بالنسبة لترتيب البطولة في الرتبة الأولى الجيش الملكي ولعب يعني الجولة السادسة وكذلك نهضة بركان ب 11 نقطة، في المرتبة الثالثة اتحاد طنجة ولعبت 5 ديال المقابلات 9 ديال النقاط، باقي الترتيب الرتبة الرابعة الاتحاد الرياضي التوارقي 9 ديال النقاط، الرتبة الخامسة شباب السوالم الرياضي ب 9 ديال النقاط، الرجاء الرياضي ب 9 ديال النقاط، ثم بعد ذلك الفتح الرياضي ب 8 ديال النقاط، الوداد الرياضي ب 8 ديال النقاط، نهضة الزمامرة ب 7 ديال النقاط، أولمبيك آسفي أولمبيك آسفي الرتبة 10 ب 7 ديال النقاط، الرتبة 11 المغرب الفاسي ب 7 ديال النقاط، الرتبة 12 الرتبة 12 المغرب الفاسي ب 7 ديال النقاط، الرتبة 13 عفوا الرتبة 12 الدفاع الحسني الجديدي ب 7 ديال النقاط، الرتبة 13 النادي المكناسي ب 5 ديال النقاط، الرتبة 14 حسنية أكادير ب 4 ديال النقاط، والرتبة 15 المغرب التطواني ب 3 ديال النقاط، والرتبة 16 شباب المحمدية بنقطة وحيدة. إذا في حال الفوز اليوم ديال فريق المغرب التطواني غادي يكون عنده 6 ديال النقاط، وبالتالي ف المغرب التطواني اليوم مطالب بالفوز الى جانب فريق حسنية أكادير. اذا هذه الاجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، نذكروا بان الجماهير ديال فريق المغرب التطواني فهي يعني غطت الفيراج الخاص بالفوندو النورتي سيمبري بالوما ولوس ماتادوريس الى جانب كذلك الجمعيه ديال علي بابا التي تتوسط مدرجات العموميه لملعب سنية رمل. فيما في الجهه الاخرى المخصصه لجماهير حسنية أكادير فهي حضرت بالعشرات يعني ما بين 100 حتى 200 مشجع اللي جاوا من أكادير لتشجيع الفريق ديالهم هنا بمدينه تطوان. اذا ديال الاجواء ديال الحركات الاحمائيه قبل دخول اللاعبين لارضيه الملعب
نذكركم بتشكيله الفريقين، سواء التشكيله الاساسيه او كذلك ديال الاحتياط اللي غادي يكونوا في دكه البدلاء، وكذلك حتى الحكام ديال الوسط والشرطه. تمامًا. بالنسبة للتشكيلة ديال حسنيات أكادير، في حراسة المرمى بدر الدين أبيير، بقية اللاعبين حمزة، ياسين الرامي، محمد بخاش، زكريا أمي، عبد الله بوخانفير، جوسي كاتي، جمال الشماخ، أسان بي، فهد بن دحمان، وسفيان يانيس المودل. اذا هذه التشكيله اللي غادي يدخل بها المدرب عبد الله سكيتيوي لمواجهه فريق المغرب التطوان. بالنسبة لتشكيلة فريق المغرب التطواني، يحيى الفيلالي، عبد الإله مذكور، زيد كروش، بلال المقري، ياسين أمحيح، محمد كمال، رشدي أولاد، عبد الوهاب، أيوب الكحل، أكرم المجدوب، ومحمد الشيخي، وأخيرا صلاح الدين بن مرزوق. إذن هذه التشكيلة اللي غادي يعتمد عليها عزيز العامري خلال هذه المقابلة. هذه الاجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشره من ملعب سريات رمل هنا بمدينه تطوان، حيث الاجواء تبدو جميله جدا والجماهير تتوق باش انها تشوف مقابله تليق بتاريخ الفريقين في انتظار ذلك. هذه التشكيله اللي غادي ياخذ بها فريق المغرب التطواني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جماهير تطوان الوفيه التي دائما ما تسند الفريق اينما حل وارتحل ولو في احلك الظروف. مرحبا بجميع جماهير مدينه تطوان في هذا الموعد الكروي الهام الذي سيجريه فريقنا ضد نادي حسنيه اكادير برسم الجوله السادسه من مسار البطوله الوطنيه الاحترافيه القومي لكره القدم. فمرحبا بالجميع.
في إطار الخطة الاستباقية التي اعتمدتها اللجنة التنظيمية لولوج ملعب ثانية ولد بتطوان بخصوص البطائق الإلكترونية التي اعتمدتها لإقامة منصة، تلتمس الإدارة من كافة الجماهير أن تحترم الترقيم المعمول به في كل كراسي المنصة، وذلك على امتداد جميع المباريات.